السلام عليكم. ربما تذكرون العام الماضي في هذه السلسلة الرمضانية ويتفكرون، كانت إحدى الحلقات عنوانها أمم أمثالكم. كنا اعتبرنا بهذه العبارة القرآنية التي تعبر عن يعني كون الحيوانات لديهم حياة اجتماعية، وكنا ركزنا أيضا على بعض القدرات التي تملكها الحيوانات ومعظمها لم نكن ننتبه إليها ومعظم الناس لا ينتبهون إليها. قلنا مثلا أن عددا من الحيوانات لديهم ذكاء عالي، بعض الحيوانات التي ربما يسمع عنها الإنسان مثل الدلفين، وبعض الحيوانات التي لا ينتبه إليها الإنسان مثل الغراب، وقد تبين أن له ذكاء عظيم جدا رغم أن عقله ورأسه يعني صغير جدا، وحيوانات أخرى مثلا مثل الأخطبوط أيضا، هذا الحيوان البحري العجيب ولديه رأس بهذا الكبر ولكن تبين أنه ذكي جدا. وبين أيضا أن كثير من الحيوانات لها لغة جسدية، ولكن حتى أحيانا لغة بالألفاظ أو بالتعبير، طبعا محدودة ولكن لها لغة. وقلنا أن بعض الحيوانات لديها حتى ألحان وربما سميناها أغاني، وتتبادلها فيما بينها وتنتقل من أقوام إلى أقوام. لكن ومع ذلك كله، وخلال أحد أسفاري هذه السنة كنت وجدت أحد كتب لهذا المؤلف الذي ذكرته الآن على الأقل مرتين، بيتر فولبان الألماني. تذكرون أني كنت ذكرت له كتاب حياة الأشجار، ثم ذكرت أيضا كتاب الحكمة الخفية في الطبيعة، ثم وجدت له هذا الكتاب The Inner Life of Animals، الحياة الداخلية وهي الحياة النفسية للحيوانات. ماذا يقصد بالحياة النفسية؟ يقصد بهذه العواطف وهذه المشاعر وهذه السلوكيات التي قد لا ننتبه أنها موجودة عند الحيوانات، أو بل ربما بعضنا يعتقد أنها هي خاصة بالبشر. مثلا أنه يحدثنا عن أن بعض الحيوانات تخجل، وأن حيوانات تندم على فعلتها وتبين بسلوكها أنها تندم. يذكر مثلا الحصان، يقول الحصان نجد له كثيرا عندما يفعل شيئا لا يحبه صاحبه أو مالكه، يبدأ يعني بسلوك معين يبدي لصاحبه أنه أنا خجلان وندمان وخلاص اقبل معي وأنا أعتذر لك. بل بعض الخصال الأخرى، يعني مثلا أنه يحدثنا عن الغراب ويقول الغراب هذا من بين الحيوانات التي هي تتزاوج، يعني كل واحد له زوج، وهذه الأزواج تبقى وفية لبعضها إلى أن تموت. بل هو يذكر ويقول هذا زواج، يقول ماريج، قال هذا يمكن أن نسميه زواج. بل أكثر من هذا يقول الغراب، وهذا لذلك نرى يعني هذا الذكاء وهذه القدرات عند الغراب شيء غير متصور عندنا، أن الغراب هذا والغربان يعني تخاطب بعضها بعضا بالأسماء. يعني كيف بالأسماء؟ قال عندما يأتي غراب هكذا إلى مكان ما، يعني يعلن عن نفسه، يقول بنطق ما أو بصراخ ما، صرخة ما هي خاصة به، يقول هذا هو نفس اسمه، يقول كأنه يأتي يقول نضال، يدخل عقده على الناس ويقول نضال، فيصير الناس عارفين أنه نضال جاء. فيقول يعني هناك بعض الأحداث وبعض السلوكيات الغريبة العجيبة لهذه الحيوانات. أنا أردت أن أذكر بعضا منها لكم. مثلا أن الحيوانات تلعب، طبعا نعرف أن الحيوانات تلعب معنا، الكلاب والقطط التي عندنا في البيوت مثلا يمكن أن نلعب معها كثيرا ونرمي لها كرات وترجع، بل هي التي تطلب أن نرمي لها الكرات ونتفاعل معها بطريقة ما. قال ولكن ما لم يلاحظه الناس أن كثير من هذه الحيوانات تلعب مع بعضها البعض، مش فقط الكلاب والقطط بل حتى حيوانات أخرى، بل تلعب حتى مع حيوانات أخرى. يقول مثلا الغراب هذا اللي ذكرناه الآن أكثر من مرة، يأتي وهكذا يعني يقفز على الكلب من الخلف هكذا حتى يحركه فقط، هكذا فقط للعب، يستمتع فقط أنه هكذا يخدشه وهكذا ويشوفه كيف يتحرك وهكذا. فيقول يعني نرى بعض السلوكيات العجيبة الغريبة. مثلا شيء آخر يعني أنا تأثرت له حقيقة، وهذا ذكرني بحادثة كان ذكرها لي ابني وهو طالب دكتوراه في الأحياء ويعمل كثيرا على الفئران.
ذكر لابني يعني قصة هكذا، لا أريد يعني سردها الآن يعني بالنسبة للفئران، ولكن تذكرتها حقيقة وأثرت فيه في هذا الكتاب عندما ذكر، قال هؤلاء هذه الفئران تتعاطف فيما بينها. كيف تتعاطف مع بينها؟ قال تحس ببعضها البعض. قال عندما تنظر إلى فأر آخر وهو يتألم هي تتألم معه، بل تتألم أكثر إذا أنا أثرت عليها وعملت عليها شيء، وهناك فأر آخر يتألم جنبها فهي تحس بالألم بشكل أكبر. قال بل قمنا ببعض التجارب ونأتي بفأر لا يتألم، ليست عليه أي آثار، لا عليه أي شيء، ونؤثر على هذا الفأر فهذا الفأر يتألم أقل، لأنه يحس كأن هناك يعني فأر آخر يتعاطف أو يمكن أن يساعده، فلا يعني إذا كان شخص مثلا يواسيه مثل ما نفعل نحن مع المرضى، نجلس مع المريض ونواسيه ونحاول رفع معنوياته إلى آخره. قال الفئران نفس الشيء. قال ولكن كيف نعرف أنها تتألم أصلا؟ وأي حيوانات تتألم؟ قال هناك أبحاث يذكرها هو بالتفصيل، يقول هناك أبحاث على الفئران وعلى السمك إلى آخره، أننا نحاول أن ننظر إلى مكوناتها العصبية في دماغها عندما نؤثر عليها بتأثير كهربائي مثلا أو بأي تأثير آخر، وننظر هل هناك تأثيرات وهي هل هناك حركة أو مفعول شيء يحدث في الدماغ. قال لم نجد فقط أن هناك تأثيرات في الدماغ، بل وجدنا أن هذه التأثيرات تحدث في نفس المناطق التي تحدث عند البشر عندما يتألمون. قال هكذا نعرف أنه فعلا ألم، لأنه نفس الحركات ونفس رد الفعل العصبي الذي يحدث لنا نجده يحدث عند الفئران ونجده يحدث عند السمك. لذلك قال عندما نصطاد السمك يجب أن نصطاد بطريقة تقلل الأذى وتقلل الألم، يعني لا نقفز عليها هكذا بهذه الآلات التي فعلا يعني تمزق هذه الأسماك. هذه يعني من بين يعني القصص أو الأمثلة المؤثرة التي ذكرها بيتر فولبان. جانب آخر، قال لديها أيضا إيثار، بل ليس فقط إيثار، قال لديها قدرة على التضحية. قال نجد أن بعض الحيوانات عندما ترى أن هناك حيوانا مفترس جاي يضرب مثلا أو يقفز وهو متخفي هكذا، إذا لاحظته إحدى الحيوانات فتصرخ وتنادي وتطلق إشارة هكذا للآخرين حتى يهربوا. قال ولكن بفعلتها هذه هي تعرف أنها تجذب الانتباه لهذا المفترس إليها، يعني هي لن تفلت ستموت، ورغم أنها تعرف أنها هي ستموت لأنها بصراقها هذا يعني لفتت الانتباه إليها، ولكنها تفعل ذلك حتى ينجو العدد الأكبر من فصيلتها حتى ولو هي أدت بها بالتضحية. آخر شيء يعني من بين الأشياء التي مؤثرة فعلا في الكتاب، يقول طبعا غير الصداقة، ويعطي أمثلة كثيرة الصداقة بين الحيوانات والبشر وبين الحيوانات مع بعضها بل من أجناس مختلفة. قل وجدنا يعني حيوان مع حيوان يصيروا أصدقاء ومتلازمين ويصير يبحث عنه وين راح إذا اختفى إلى آخره. لكن من جانب آخر يقول لاحظنا أن الحيوانات عندما تكبر وتقترب من الموت، يعني في قصص هكذا فعلا مؤثرة، يذكر مثلا كيف أن الحيوانات عندما يعني تكبر في العمر هكذا تماما كما يحدث للبشر، قال تبدأ تفقد قدراتها، مثلا تصاب بالصم تصير ما تقدرش تسمع. فقد نعرف احنا عندنا قطط مثلا او كلاب ما تسمع لانها متقدمه في السن، فنحن يجب ان ناتي ونضربها كذا على راسها حتى تنتبه الينا، ما صارت تسمع عندما نناديها. بل اكثر من هذا ان قال مثلا الحصان الذي هو يستطيع ان ينام وهو واقف، انا حتى هذه لم اكن منتبه اليها، ان الحصان ينام وهو واقف، لماذا؟ لان لديه ركبتين قادره على ان تحمله هكذا حتى وان نام. قال يتم يعني عمليه هكذا في الركبتين بتصير هكذا كانها عملت يعني شد وتصير يصير هو يستطيع ان ينام. قال مع الزمن يصير غير قادر ان يعمل هذا لان الركبه هذه صارت ضعيفه، ف
فيصير يعني سلوكه في الأخير في آخر أيامه تصير ضعيفة. بل تصاب بعض الحيوانات بديمنشيا. ديمنشيا هذا يعني العته أو الجنون، يعني مثل الخرف عند البشر، عندما يصير كبير جدا في السن يصير مش عارف إيش يقول، مش عارف إيش حاصل حواليه. يقول حيوانات أيضا لاحظنا فيها نفس الشيء. وآخر شيء يقول عندما تقترب من الموت وتعرف أن الموت قد اقترب، بل تعرف أن ربما ستموت اليوم أو غدا، ماذا تفعل هذه الحيوانات؟ تنأى بنفسها، تذهب إلى ركن ما وتبتعد في الحديقة وتنام هناك، ونجدها في الصباح قد نامت. حتى لماذا تفعل هذا؟ قال لأنها إذا كانت في مجموعة من الحيوانات إذا هي ضعيفة وستموت هناك سيفترسها الذئب أو أي حيوان آخر، وبالتالي ستجذب المفترسين إلى الآخرين. قالت حتى تحمي الآخرين تبتعد هي إلى مكان بعيد حتى إذا أتى إليها الذئب تكون الأخريات قد هربت. آخر شيء يقول هل للحيوانات روح؟ هو يقول أنا حقيقة لست متدينا. قال ولكن يعني تعريف الروح هذا بكل التعريف التي يعطيها الناس للروح عند البشر، قال أنا وجدتها عند الحيوانات. هذه الحيوانات لديها إحساس بنفسها، لديها علاقة مع الآخرين، لديها قدرة على التضحية، تحس بنفسها أنها ستموت، تؤدي واجبها في الحياة، يعني ويعني كل المواصفات التي لدينا. لا نعرف طبعا هل لديها، هو يقول أنا لا غير مؤمن وغير متدين، ولكن لا أتصور أن لها علاقة مع الإله، ولكن نحن نعتقد أن لأن في القرآن طبعا أن الحيوانات تسبح بحمد الله وتسبح بأسماء الله إلى آخره. المهم هو يقول حتى بدون تدين أنا يبدو لي أن بتعريف الروح عند البشر أنا أكاد أجزم أن الحيوانات على الأقل هذه المتقدمة والتي لها سلوك عجيب أكاد أجزم أن لها روح أيضا بالتعريف البشري. أرجو أن تكون هذه المعاني يعني قد رفعت من معنى العبادة عندكم، هي هذه فكرة هذه السلسلة الرمضانية، أن يكون الإنسان يعبد الله يعني وهو منتبه لكل آيات الله حوله. شكرا لكم، رمضان مبارك، السلام عليكم.